زوجي طلقني 3 مرات من زواج عرفي بدون ولي، هل يصح لنا الزواج الشرعي؟ يا أختي يا أختي، تريدين أن تجترمي جرما في الأول وجرما في الآخر؟ أنت خلاص استجزتي أن تتزوجي بدون ولي، لأنك مخطئة. لكن أما أن نقول أني كنت عايشة في الزنا، أو نقول أنت طلقت وتريدين أن تزني مرة أخرى لأن لا تحل الأول إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، فأنت في ضلال على أي حال. تبي إلى الله واستغفريه وابتعدي عن هذا وتزوجي بشخص آخر على سنة الله ورسوله.